حسين إذا كان في باب العزيز تذلني فعزته في العالمين تكون لي. أقول لدى عسري وساعة مشكلي على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء محمد محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام يا أبتاه يا رسول الله فقال لي يا فاطمة إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فدنا الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي إنه نعم قد أذنت لك فدخل الحسن معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا رسول الله، يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت هذا الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل الحسين معهما تحت الكساء. عند ذلك قبل أبو الحسن علي بن أبي طالب عليهم السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال لي: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فدنا علي عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال: أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل علي معه تحت الكساء. عند ذلك دنوت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال: أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، إنه نعم قد أذنت لك. فدخلت معه تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى نحو السماء وقال: اللهم اشهد أن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم من لحمي ودمهم من دمي، يؤلمني ما يؤلمهم و
ويحزنني ما يحزنهم ويؤذيني ما يؤذيهم. أنا سلم لمن سالمه وحرب لمن حاربه وولي لمن والاهم وعدو لمن عاداهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: اشهدوا يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل: هم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل: إنه نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم وفي محبتكم. وقد أذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال أبي: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل الأمين جبرائيل تحت الكساء وقال: إن الله أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي
عليه السلام أخبرني يا رسول الله ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وكشف الله غمه ولا مغموم إلا وفرج الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي.